فبتحس بشنو لما تتغنى اغنيه بلدك في بلد تاني؟ ونحن بنعتبر المملكه العربيه السعوديه بلدنا الثاني يعني. والله يا استاذي كالاتي، نحن الان موجودين في بلدنا، انا قاعد نفتكر ان السعوديه دي بلدي يعني، صحيح، وبحافظ وبحمي السعوديه بكل ما املك. والله هي تعامل المغترب او الاجنبي كالمواطن يعني، ما صراحة قاعد احس انا ما بنحس بانه في بلد ثاني، انه انا غريب. صح، انا الان انا يعني مطمئن جدا. صح، انا موجود في المملكه بالمناسبه مطمئن. الاغنيه بتاعتنا نحن لانها هي مزيج ما بين العاميه والفصحى. نحن حتى كمجتمع سوداني بالمناسبة عندنا لهجة بتميزنا كده، لأن اللهجة ذاتها مستشفى بالمناسبة من اللغة الفصحى. صح، فبالتالي لشعب المملكة ما قاعدة تكون صعبة في التلقي. في التلقي، أيوه. بتلقى بالمناسبة كمية من إخوتنا الشعب السعودي بالمناسبة بيتغنوا بأغانينا السودانية لأنها سهلة بالنسبة لهم وبيجدوا فيها نفسهم. أنا أفتكر ما في خلاف ما بين مجتمعنا السوداني والمجتمع السعودي. طيب أنا عايز أجيك لحتة مهمة جدا ونقطة يمكن مهمة شديد في محاورنا. الأغنية السودانية القديمة الرصينة والمميزة يمكن ما لقت مثلا رواد كبير جدا زي الأغنية الحالية، لأن السوشيال ميديا بكل تطبيقاتها باعتبارها هي ساهمت إسهام كبير جدا في نشر الأغنية السودانية الجديدة يعني بشتى مناحي الأغنية السودانية. فدور السوشيال ميديا إذا نحن مثلا فعلنا السوشيال ميديا وتطبيقاتها في نشر الأغنية السودانية القديمة وسير ذاتية لفنانين يعني كبار قدامى يعني في 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 السودان، فالحاجة دي هل بتسهم في إرجاع رصانة الكلمة السودانية القديمة؟ ما في شك. بالمناسبة الأغنية السودانية القديمة والأغنية السودانية الجديدة، الآن في الأغنية السودانية الجديدة بالمناسبة في تحديث موسيقي وفي آلات مستحدثة، فنحن برضو نقوم نتعامل بنفس الفهم على مستوى الأغنية القديمة. نستحدث فوق التوزيع الموسيقي، نعمل إعادة صياغة للحنها بالمناسبة بتكون أجود من الأغنية الآن اللي موجودة.